يعتبر قطاع الزيتون من أهم القطاعات الحيوية في فلسطين، ذلك كونه ذا جدوى اقتصادية عالية، بالإضافة لمساهمته الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي الفلسطيني. ووفقاً للتعداد الزراعي الصادر عن مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن مساحة بساتين الزيتون المثمرة في فلسطين تبلغ قرابة 437 ألف دن، تحتوي على أكثر من 7 ملايين شجرة زيتون. ويبلغ معدل ملكية الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون من 8 إلى 10 دنمات للعائلة الواحدة، كما يقدر أن قطاع الزيتون يشكل مصدر دخل رئيسي أو ثانوي لأكثر من 100 ألف أسرة فلسطينية، وبذلك يكون هذا القطاع مساهماً بحوالي 15% من الدخل الزراعي وحوالي 5% من الدخل الإجمالي، وهي نسب تختلف باختلاف معدل إنتاج الزيتون من سنة لأخرى. غير أن مشاكل كثيرة تتهدد قطاع الزيتون كالاستيطان والجدار، بالإضافة إلى السلوك العدائي الممنهج من قبل الاحتلال ضد المزارعين وأشجار الزيتون بما تمثله من مصادر صمود وبقاء للفلسطينيين. ما وثقناه نحن في الضفة الغربية أنه ما بين سنة 2000 وحتى 2012 نصف مليون شجرة زيتون تم اقتلاعها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لصالح المستوطنات والطرق الالتفافية ولما يسمى بجدار الفصل العنصري. مساحة الأراضي التي أصبحت خلف الجدار هي 730 ألف دنم، معظمها كانت أراضي زيتون، وقامت إسرائيل بإقامة بوابات ثم يعطوا ما يقارب 2 تصاريح في العام. الأرض تبعي، كل هذه الأرض تبعي، وتقطعوا لي إياها بال 99 وطخوني بال 2001 اتصابت في إجري، شو أعمل؟ تروح الأرض يعني أترك لهم الأرض؟ إيش بدهم منك هلا؟ بدهم شيء يعني أصيب الأرض، بدهم شيء يعني أجي على الأرض. وعلى جانب آخر هناك الأوبئة والأمراض التي تلاحق الأشجار وتؤثر سلبا على معدلات الإنتاج، مما يستدعي زيادة المعرفة والدراية من قبل المزارعين بأساليب العناية المثلى بأشجارهم. أهم هاي المشاكل هي وجود الآفات الزراعية وبالأخص اللي هي ذبابة ثمار الزيتون، وأيضا في الآونة الأخيرة ظهر عندنا ما يسمى بمرض عين الطاووس، هذا المرض الفطري التي أدى إلى سقوط الكثير من الأوراق وأيضا أثر على الإنتاجية. ما زال المزارع يلجأ إلى الأمور التقليدية في عمليات القطاف، مثلا في عمليات نقل المحصول من المزرعة إلى المعصرة، وأيضا هناك بعض المشاكل في عمليات فنية مثل التقليم. يقوم مزارعنا بالعادة بعملية التقليم أثناء موسم القطاف، وهذه كانت من أهم المشاكل اللي احنا بنعالج فيها منذ سنوات وحتى الآن. قمنا بالاختبار لمعاصر الزيتون بالتعاون مع المشروع اللي هو برنامج الأوكسفام، انه وجدنا انه المعاصر يوجد فيها ضياع كثير من كمية الزيت. لكن وبالرغم من هذه المشكلات، الخبر الجيد هو أن السنوات الأخيرة قد شهدت تحسناً كبيراً في نوعية الزيت، حيث ارتفعت نسبة إنتاج الزيت البكر الفاخر إلى أكثر من 35% في السنوات الجيدة، فيما بلغ معدل الإنتاج بحدود 14 ألف طن سنوياً.